بكلمة. يعني الآن مثلاً الآن أهل السنة لأنهم بكثرة وأنا سني يستظهرون بكثرتهم، هذه الدول كلها سنية، هذه الملايين سنية، يستظهرون إيه على إخوانهم من المذاهب الأخرى، من إباضية، من زيدية، من إمامية إثنى عشرية، أي لأنه أكثرية. طيب لنفترض غداً مثلاً إيران هذه راح تنتصرت في الحرب، نفترض ضربت إسرائيل، سحقت إسرائيل، ضربت دول الخليج، أصبحت قوة مهابة، ماذا ستفعل بكم عاد؟ إذا بنفس العقلية سوف تذلنا، سوف تذل أهل السنة إذن، ولم الصحيح؟ وتقتل علماءنا زي ما ساوت الدولة الفاطمية في بعض علماء أهل السنة في وقتها. ما يجوز هذا المنطق يا أخي. معناها الأقوى كما قال بعض العلماء، رأيت الناس لا يمنعهم من الظلم إلا الضعف والعجز، فقط أعطيني سلطة وبعدين نشوف حقيقتي. ما يجوز يا أخي، المفروض حتى وأنا في سلطة وأنا في قوة أن تكون خطتي هي العدل والرحمة بالمخالف قبل الموافق. هذا الذي يبرهن إيه؟ صدق إيماني، صدق إيماني. لكن هذا ما يحصل.